بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث العلمي مدارس النجم الساطع الليبية بالقاهرة والإسكندرية، نبدأ في منهج الرياضيات بالباب الأول أو الفصل الأول اللي هو المحددات والمصفوفات. هنبدأ بالمحددات الأول وبعدين نكمل المصفوفات حسب ترتيب الكتاب. المحددات أهو زي ما احنا شايفين على السبورة، في محدد الرتبة الثالثة، الرتبة الثانية اللي هو 2 ضرب 2، يعني صفين، ده صف أول صف ثاني، والرأس ده عمود أول عمود ثاني، يبقى كلمة 2 ضرب 2 يعني عدد الصفوف 2 وعدد الأعمدة 2، ولازم المحدد يبقى مربع. المحدد وانا بشتغل بيه مربع عشان نقدر نفكه، 2 ضرب 2 او 3 ضرب 3، رتبه ثانيه او رتبه ثالثه. لما نيجي نشوف محدد الرتبه الثانيه هنلاقي فيه قطرين مهمين جدا، بايدي اليمين من فوق وانا نازل تحت كده، ده اسمه القطر الرئيسي. القطر الرئيسي من فوق وانا نازل تحت كده، القطر الفرعي من جهه اليسار وانا نازل تحت كده، ده اسمه قطر فرعي. يبقى فيه قطرين، قطر رئيسي وقطر فرعي. افك المحدد ازاي؟ اجيب قيمه المحدد ازاي؟ القاعدة اهي نحاول نفتكرها باستمرار، حاصل ضرب القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب القطر الفرعي، ناقص ما جمعش. يلا نشوف كده، نضرب هنا القطر الرئيسي اهو ألف ضرب باء، يتكتب ألف باء ناقص القطر الفرعي جيم ضرب دال، يبقى جيم دال، ونسيبها لان دي رموز مش هنقدر نتصرف فيها. يبقى فك المحدد ده قيمته ألف باء ناقص جيم دال. ناخد امثله على فك او قيمه المحدد الرتبه الثانيه. لما يقول لي اوجد قيمه المحدد ده 3 5 2 7، هبص الاقي ان القطر الرئيسي اهو انا معلم عليه، القطر الرئيسي من جهه اليمين وانا نازل تحت، هضرب 3 في 7 ناقص 5 ضرب 2، القطر الرئيسي الاول ناقص القطر الفرعي اهوت. بالاله الحاسبه او خطوه خطوه اللي يعجبك هنقول 3 ضرب 7 ب 21 ناقص 5 ضرب 2 ب 10، 21 ناقص 10 يبقى 11. عايز تكتب ده كله على الاله الحاسبه ماشي، تكتب كل السطر ده على الآلة الحاسبة يطلع 11. طيب لو احنا خدنا محدد فيه جا وجتا ما نتفزعش من الكلام ده، ده قال لي مثلثين ما احنا واخدينها في ثانيه علمي واولى ثانوي. بيقول لي اوجد قيمه المحدد ده، ودي من الاسئله المهمه. جا هاء جتا هاء سالب جتا هاء جا هاء. يلا نفك المحدد ده زي ما قلنا، نبدا بالقطر الرئيسي بجهه اليمين اهو من فوق لتحت، جا هاء ضرب جا هاء، لما اجي اضرب ديت اقول جا ضرب جا يبقى جا تربيع، والزاويه زي ما هي، لو حد يضرب الزاويه، الزاويه ما تضربش، الزاويه تنزل زي ما هي، الجا ضرب جا يبقى جا تربيع، ونكتب هاء ناقص ونفتح قوس. ليه نفتح قوس بقى هنا؟ لان وانا بضرب ده هيطلع فيه سالب، ممكن الاقيه اتلخبط، يبقى ناقص ديت اللي هي بتاعت القانون، فك الايه المحدد ناقص ونفتح قوس. جتا هاء ضرب سالب جتا هاء موجب ضرب سالب يبقى سالب، جتا هاء في جتا هاء زي ما قلنا، جتا ضرب جتا يبقى جتا تربيع، ونكتب هاء، لو حد يكتب هاء تربيع. يلا نفك بقى، نكمل هنا، هننزل جا تربيع هاء، هنفك القوس ده باشاره سالب، سالب ضرب سالب يبقى موجب، وننزل جتا تربيع هاء. طبعا ده قانون خدناه في ثانيه علمي، جا تربيع هاء زائد جتا تربيع هاء من قوانين المشهورة قيمته بتساوي واحد، يبقى إذا قيمة المحدد واحد، يبقى المحدد ده قيمته بتساوي واحد. طيب لو ما يجي لي برضه كتطبيق على محدد الرتبة الثانية، ما يقول لي حل المعادلة دي، عشان أحل المعادلة دي، دي معادلة محدد بيساوي واحد، عشان أحل المعادلة أنا شايف المحدد ملوش قيمة هنا، ملوش لازمة هنا، يبقى لازم أفك المحدد. يلا نفك المحدد، نبدأ بالقطر الإيه الرئيسي، س ضرب س، س في س بس تربيع، لو حد يغلط س ضرب س نكتب س تربيع ناقص اللي هي بتاعت القانون 8 ضرب 1 يديني 8، وننزل الواحد زي ما هي، دي معادلة من الدرجة الثانية، احلها كده، هي فيها ليه اكتر من طريقه حل، يا اما بالاله الحاسبه يا اما نرفع سالب 8 الجهه الثانيه، ودي انا شايف ديت خدناها في اولى ثانوي. هنرفع سالب 8 الجهه الثانيه، يبقى س تربيع بيساوي 1 زائد 8، يبقى س تربيع بتساوي 9. طب انا عايز س، يبقى لازم اخد الجذر التربيعي لليمين والجذر التربيع لليسار. الجذر التربيع س تربيع س، والجذر التربيع 9 اعمل علامه الجذر كده، ما انساش موجب او سالب. معادلة الدرجة الثانية يطلع لها حلين، موجب أو سالب، جذر 9 يبقى بيساوي موجب أو سالب 3، لازم حلين، يبقى قيمة س هنا أقول له س ب3 وس بسالب 3. لو عايز تحلها بالآلة الحاسبة ده موضوع ثاني، لازم تكون متدرب عليه وتاخد بالك بيه، عايز تحلها كده على طول ماشي،
خد بالك ان ده جزء تربيعي، غير كده يبقى غلط. لما نيجي نحدد الرتبة الثالثة اللي هو بالشكل ده، اوجد قيمة المحدد ده. نركز شوية، في طريقتين، طريقة الأقطار وطريقة المحددات الصغرى. هنشوف، نحاول نشوف الاثنين. طريقة الأقطار، عايز قيمة المحدد ده، هاجي أكتب أول عمودين هكتبهم برة، هكتب 3 3 2 7، ده العمود الأول. العمود اللي بعده على طول 0 5 4. يلا نبدأ نفك. هنبدأ بالقطر الرئيسي أهو، نعمل كده نقط كده، هضرب ده عشان أفكر نفسي أعمل سهم. يلا نضرب القطر الرئيسي، 3 ضرب 5 ضرب 4 بالآلة الحاسبة كده 15 × 4 = 60، زائد القطر اللي بعده اللي زيه اللي بيوازيه أهو، 0 ضرب 0 ضرب 7، 0 ضرب 0 ضرب 7 بالآلة الحاسبة يطلع 0، زائد القطر اللي بعديه اللي زيه 0 ضرب 2 ضرب 4 يطلع 0. هنجمع دول مع بعض، نجمع دول بالآلة الحاسبة يطلع 60. يبقى ناتج القطر الرئيسي واللي بيوازيه يساوي 60. ده الجزء الأول. نطلع فوق، نكتب فوق أحسن. هنبدأ بالقطر الفرعي 5 4 5 0 5 7، ده اسم القطر الفرعي أهو أهو. هنضربه 0 ضرب 5 ب0 ضرب 7 يبقى ب0، زائد القطر اللي بيوازيه اللي زيه اللي بعده 3 ضرب 0 ضرب 4 هيديني 0، 0 ضرب 2 ضرب 4 القطر اللي بعده اللي يعني الفرعي واللي بعده واللي بعده اللي بيوازوا بعض، اهو 0 ضرب 2 ضرب 4 هنا اهو، 0 ضرب 2 ضرب 4 برضه يطلع 0. الناتج كله فوق 3 اصفار، الناتج بتاعها يطلع 0. يبقى ده الحل النهائي 0. الناتج اللي هنا اللي تحت 60 والناتج اللي فوق 0، لما اطرحهم من بعض لازم اطرحهم من بعض، الناتج اللي تحت ناقص الناتج اللي فوق، يبقى دلتا اللي هي قيمة المحدد، دلتا اللي هي قيمة المحدد، لأن ساعات تيجي في الامتحانات يقول لك ايه دلتا، دلتا اللي هي قيمة المحدد بتساوي ده ناقص ده، 60 ناقص 0 هتساوي 60، يبقى قيمة المحدد تطلع 60. ناخد بالنا هنا في ملحوظة، وهي دي تريحنا لما ناخد الخواص نحل بيها. احنا عرفنا الناتج طلع 60، هنوصل للحل ده بطريقة أسرع، بس دي حالة خاصة، دي حالة خاصة مش في كل المسائل، مش في كل المسائل، ونعرفها لغاية مؤقتا لغاية ما ناخد الخواص بتاعة المحدد أهو. المحدد 3 0، هنا 5 2 7 4 عشان تبقى الأرقام واضحة. عايزين قيمة المحدد ده، لما شاور على القطر الرئيسي ده هلاقي فوقيه مثلث صفري، فوقيه مثلث صفري يعني مثلث فيه 3 أصفار، أو تحتيه يعني الأصفار دي يا إما فوق يا إما تحت. الحل كالآتي، أعمل إيه؟ في خطوة واحدة أضرب القطر الرئيسي 3 ضرب 5 ضرب 4، الناتج يطلع 60، وكده حلينا مسألة في خطوة واحدة. يبقى دي حالة خاصة لما يكون المثلث المحدد في مثلث صفر يا إما فوق يا إما تحت، أضرب القطر الرئيسي وحليت المسألة بأسهل طريقة. لازم تكون 3 أصفار يا إما فوق يا إما تحت. في طبعا طريقة تانية، وطبعا المفروض تسألني طب لو القطر الفرعي دي هنخليها للخواص نقولها في وقتها عشان ما نكترش الشرح في الجزء ده. في طريقة تانية نقولها ازاي نفك المحدد ده، افرض واحد ما جاش في باله موضوع الحالة الخاصة ديت، ازاي نحل المحدد ده بطريقة تانية، نشوف كده مع بعض. في قاعدة للإشارات تحفظ، تكتبها الأول. خليني أنا أختار الأسهل لي إن أنا أختار الصف الأول بدل ما نخش جوه المحدد ونتعب نفسنا. أنا أختار الصف الأول أو العمود الأول اللي يعجبك، خلينا مع الصف الأول. هنبدأ الإشارات بالقلم تاني لون تاني، هنكتب هنا موجب، دي اسمها إشارات الفك. الموجب يجي بعديها سالب وبعديها موجب. عايز تكمل إشارات نكملهم،
هنا موجب بعديها سالب بعديها موجب سالب موجب سالب موجب. يبقى انا بدات بموجب وانتهيت بموجب، يبقى انا ماشي صح. مفيش اشارتين زي بعض يجوا ورا بعض، مفيش اشارتين زي بعض يجوا ورا بعض، لازم عكس بعض، موجب سالب وهكذا. فانا شايف بدل ما اكتب كل الاشارات ديت يفضل كفايه الصف اللي انا هحل بيه اسهل، وخليني بالصف الاول احسن. يلا نشوف كده مع بعض. العدد ده 3 ليه اشارتين، الاشاره الاصليه والاشاره اللي فوق. هقول كده موجب ضرب موجب يبقى 3، يبقى اكتب 3 واكتب محدد اصغر. هنا موجب الصفر ده هنا يعتبر كان في موجب، موجب في سالب بسالب، مع ان الصفر ملوش اشاره، بس هناخد السالب صفر وبعدين محدد اصغر. هنا هنكتب موجب، موجب صفر ومحدد اصغر. هنشوف كده مع بعض المحددات الصغرى دي هتيجي ازاي. يلا شفوي بسن القلم كده، هنلغي، هنقف هنا عند التلاتة، عايز المحدد الاصغر بيسموه المحدد المرافق. هاجي من عند التلاتة ديت هلغي الصف وهلغي العمود اللي هو فيه، يتبقى اربع عناصر 5 0 4 4. اكتب هنا 5 0 4 4. نيجي ليه بعديه، العنصر ده عايز المحدد المرافق، الغي العمود اللي هو فيه مع الصف اللي هو فيه، هيتبقى اربع عناصر 2 0 7 4 2 0 7 4. نيجي للعنصر الثالث، هو كده اللي ملغي الصف ده ملغي، هلغي العمود اللي فيه هيتبقى اربع عناصر 2 5 7 4 2 5 7 4. يلا نكمل، هنكتب الثلاثه دي زي ما هي، واحنا خدنا من شويه ازاي نفك ده، ده محدد من الرتبه الثانيه. هنضرب القطر الرئيسي 4 ضرب 5 يبقى 20 ناقص 0 ضرب 4 بصفر، خلاص ما نكتبهاش، ناقص صفر في اي حاجه، صفر في اي حاجه مهما فك اريح دماغي، صفر في اي حاجه الناتج بصفر ما حلش، طالما صفر بره هيتضرب في اي حاجه مهما كانت هيبقى بصفر، زائد صفر برضه في المحدد ده مهما كان قيمته بصفر. عايز تفك فك، لو عايز تفك فك، هتكتب صفر وتفتح قوس 2 في 4 ب 8 ناقص صفر وتضرب، بس صفر في الناتج هيبقى بصفر. صفر 2 في 4 ب 8 ناقص 7 في 5 ب 35 مضروبه في صفر، يبقى الناتج صفر. نضرب ده 3 في 20 ب 60، هنا صفار ملهاش لازمه، يبقى الناتج يطلع 60، واضح جدا، ونفس الحل اللي حليناه بطريقه الاقطار. يبقى احنا حلينا المحدد او جبنا قيمه المحدد بطريقتين، طريقه الاقطار وطريقه المحددات الصغرى، اسمها المحددات المرافقه او المحددات الصغرى بالاشارات. اهم شيء نكتب الاشارات ديت ونتدرب على ديت، شوف الطريقه اللي تريحك. وقلنا ان المساله ديت فيها حاله خاصه، لما يكون القطر الرئيسي اهو فوقيه 3 اصفار او تحتيه 3 اصفار اضرب القطر الرئيسي تطلع في خط واحد، اما القطر الفرعي هضرب القطر الفرعي بس احط قدامه سالب، وديت هنقول لها في حصه ثانيه ان شاء الله. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، وشكرا.